ليش هو بعذب هيك المريض؟ انا كمريضه ما لي دعوه ولا في حماس ولا بفتح ولا لي في شيء، لي اني اتعالج واني اروح. حتى لو كان جوزي قائد في حماس، لو كان جوزي بفتح او بجهه اسلام او باي جهه تنظيميه، ما لي علاقه. انا كمريض انا اطلع اتعالج وارجع، ما لي غير هيك. مشكلتنا بالسيرفايفنج ريت، معدل النجاة، احنا المعدل النجاة في كل العالم مش بس في دول الجوار، لانه الست ممكن تكتشف مبكر، ما يكونش معها فلوس تعمل عينة الباثولوجي ومش متاحة بشكل مجاني، تكون من ايرلي ديتكشن تفوت على مرحلة تانية مختلفة. النساء لما بتكتشف في مرحلة مبكرة بتبلش علاجها بينقطع دوائها، وبالتالي احنا عندنا مشكلة بمعدل النجاة وليس بمعدل الإصابة.